السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم مبنى من خلال صورة، او انت ماشي في الشارع شفت مبنى ومش معاك المخطط بتاعته، بس بتحاول ترسم حاجة قريبة منه، تمام؟ مش حاجة دقيقة 100%، بس بنحاول نرسم حاجة قريبة منه. ده مثلا تاج محل، وهنبدأ نرسمه بشكل بسيط. يعني ممكن يكون في اخطاء، مفيش مشكلة، المهم ان احنا نتعلم بعض الافكار مع بعض. طيب خلينا نبص على المبنى. الواجهة ديت هتلاقيها برضو مكررة الناحية دي ومكررة الناحية دي ومكررة الناحية التانية، فمعنى كده ان الشكل دوت ممكن نقسمه لاربع حتت، لو عملنا واحدة فيهم نقدر نكررها بكل سهولة. فانا هاجي هنا واقول له ان انا عايز ابدأ ارسم الوول اركتكتشر بتاعتي. خلينا قبل ما نرسم الوول نستعين بان احنا نرسم ريفرنس بلان، هنسمي ده مثلا اكس، ونرسم واحد تاني ونسميه واي، وبعد كده من architecture هقول له ان انا عايز ارسم وول. وول مثلا دي هتبقى مثلا بالمتر، هنلاقي نرسم 13 هيت. ولو انت لاحظت في الصورة هتلاقي ان دي واخدة زاوية، تمام؟ فهاجي هنا وابدأ ارسم الزاوية ديت، مثلا اهيت زي 45 بالشكل دوت، واقول له تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا. ممكن نلاقي ان الزاوية دي مثلا عايزة الواجهة دي ممكن تصغر شوية بالشكل دوت. طيب خلينا بقى نرسم الجزء اللي هو داخل دوت، تمام؟ هاجي هنا في الريفت واقول له ان انا عايز ارسم على الجهه ديت، فاقول له اركتكتشر، واقول له ان انا عايز ارسم كومبوننت موديل ان بليس، وهختاره ان هو وول، وهقول له اوكي، وهقول له ان انا عايز ارسم ممكن ريفولف. طيب هقول له ست، واقول له ان انا عايز ارسم على الواجهه ديت، فيقول لي اختار نورس او ساوث، هقول له خليها ساوث. وهاجي هنا ابدا ارسم الشكل بتاعي. لو نلاحظ ان في هنا ديت اهي، وهنا في شكلين، فممكن نبقى نطول الحيطه بعد كده مفيش مشكله خالص، تمام؟ طيب نرجع كده للشكل بتاعنا، واقول له ان انا عايز ارسم مثلا من هنا دي هنا، وبعد كده هرسم بالاس بي لاين. ممكن نقول له اهو، تمام، اقول له كانسل، وهبدا بقى اتحكم في الاس بي لاين بحيث اوصل للشكل اللي انا عايزه، اهو حاجه مثلا بالشكل دوت. تمام، وممكن ناخد الشكل ده كوبي بمقدار مثلا 0.2، او نعمل له اوفست 0.2 مثلا، تمام، والاكس لاين بتاع اهوت اللي هيلف حواليه. طيب خلينا نظبط الشكل كده، نقول له لاين، هناخد اللاين دوت نخليه هنا كده، ودوت هننزله كده شوية، وهنرسم الخط ده نطلع بيه شوية، وهنرسم لاين هنا ونقول له عايزين الشكل ده يلف اهوت. بيقول لي في مشكلة هنا، طيب الشكل ده هنخليه يلف 180 بس. تعال نشوف في 3D اهو، تمام. طيب هقول له فينيش، واقول لكل الحواد دي انها تطلع مثلا 2 متر كمان بالشكل دوت، تمام. وابدا اجي هنا بقى على الشكل دوت، واقول له ايديت بروفايل،
واقول له هات لي الشكل دوت، تمام، واطلع كمان حتة صغيرة واقول له خد الشكل دوت، وهنرسم برضو نفس الشكل دوت بس على اصغر مرتين، مرة هنا ومرة هنا، وبرضو في الجنبين هنا برضو هنرسمهم. اقول له فينيش. طيب هنيجي برضو على شكل الساوز اللي احنا كنا عاملينه، وهنبدأ نقول له عايزين نرسم الشكل دوت architecture، عايزين نرسم component model in place wall. ريفولفينج بيك ابلان. طيب هبدأ ارسم برضو نفس الشكل وكل حاجة بس مع تغيير المقاسات، مثلا هنا اهو، واقول له اوفست خليها بقى 10 المرة دي. والاكس برضو هيبقى تقريبا نفس الخط. لو انت عايز تتحكم في الخط دوت ممكن تعمل عليه سيلكت وتقدر تضيف نقط عليه بحيث ان انت تقدر تتحكم فيه. طيب هقول له اوكي، عامله بالشكل دوت، هنخليه 180 بالشكل دوت. تعال نشوف ال 3D اهو. طيب الشكل دوت هقول له خده كده كوبي، وهقول له الحيطة ديت بقى اقول له edit profile، واقول له اطرح الشكل دوت واطرح الشكل دوت برضو. يبدأ يظهر معايا بالشكل دوت. ممكن اجي هنا واجي في البروفايل دوت واقول له اديت بروفايل، واقول له اطلع بدي شويه كده، تمام، اقول له اوكي، واقول له الشكل دوت برضو انا عايز اطلع بيه شويه، تمام، اقول له اديت ان بليس، اقول له ده عايز يطلع شويه وده عايز يطلع شويه برضو، واقول له فينيش، واروح محدد الحيطه واقول له اديت بروفايل، وأقول له الشكلين دول هاتهم لي لفوق بالشكل دوت. والحيطة دي برضه هتطلع كده، والحيطة دي هتطلع بالشكل دوت. أنا هحاول أخد الشكلين دول أحطهم على الحيطة ديت، تمام، فهعمل select، تمام اهي، واقول له كوبي، تمام، احطها هنا كده، واقول له روتيت من هنا لهنا، واحاول انزلها شوية موف بالشكل دوت. وهاجي بقى على الحيطة ديت واقول له edit in place cancel على الحيطة ديت، واقول له edit profile، واقول له خد لي ديت معاك،
اطرح ديت واقول له ده كده خد الكوبي من هنا ليه هنا، واقول له موافق فيبدأ يعملها لي بالشكل دوت. طيب هلغي انا الحيطة ديت وهاجي هنا في الليفل دوت واقول له ان انا عايز اعمل سيلكت على كل الشغل دوت، واقول له ان انا عايز اعمل ميرور للجزء ده الاول اهوت من هنا ليه هنا، وبعد كده هبدأ اعمل سيلكت على كل دول واقول له اري، وهنقل نقطة المركز تحت من هنا واقول له ان انا عايزهم 4 من هنا ليه هنا، فيبدأ يكررهم لي بالشكل دوت اهو. هبدأ اعمل بقى ايه الفلور هنا. طيب طبعا احنا مش رسمين اكروت، ففي حته كده طالعه زياده، فاحنا ممكن حاجه من الاثنين، ان احنا واحنا بنعمل خلينا نعمل انجروب ممكن نطلع مثلا حته سنه صغيره كده تمام، على اساس انها تبقى الفلور كلها مستويه تمام بالشكل دوت، وده هيضطرنا ان احنا برضو نعمل للحيطة دي نعمل لها edit profile ونطلع بدي سنة صغيرة كده تمام اوكي، ودي برضو. طيب خلينا نعمل edit group مثلا ونقول له edit profile ونطلع بالخط دوت بالشكل دوت ونقول له اوكي. ويبدأ برضو الجروب ده احنا فكيناه خلاص، فنيجي هنا هنطلع سنة صغيرة كده ودلوقتي بقى هنيجي نقول له ان احنا عايزين نعمل البروفايل نعمل الفلور على نفس الارتفاع دوت، فهنقول له من ارتكشر هنعمل روف او فلور مش تفرق كتير، خلينا نقول له روف ونلغي منها اي سلوب، وهنيجي هنا ونقول له بيك قبلين بالشكل دوت، هو المفروض ان هو يبقى الروف واعلى منه سنة، هنشوف هيبقى اعلى بقد ايه تمام، هقول له الروف هيطلع من هنا لهنا بالشكل دوت. طيب تعالى نرجع للصورة، هنلاقي عندي الشكل دوت تمام. طيب ده ممكن نشوف مثلا كم حيطة هتبقى موجودة فيه، نقدر نقول مثلا 4 حوايط يعني هيبقوا 8، فنيجي هنا ونقول له احنا عايزين نرسم بقى على المسطح دوت. طيب عشان ما يحصلش لخبطة خلينا نروح للساوز ونقول له احنا عايزين ليفل تاني او الروف نفسه نطلعه، او خلينا نعمل ليفل تاني كوبي نديله اي اسم تاني من هنا لهنا ليفل 8 مثلا. طيب هنيجي هنا من الفيو هقول له ان انا عايز اعمل بلان فيو فلور بلان لليفل 8 تمام. طيب انا عايز ابدا ارسم هنا، وممكن تقول له ان انا عايز
اشوف الفيو رينج مختلف شوية، نشوف الدور اللي تحتينا مثلا. طيب قول له ان انا عايز ارسم هنا اركتكتشر وول سمان الاضلاع، تمام بالشكل دوت، وهنعدل بقى في حيطة فيهم. نقول له ايه البروفايل، بيقول لي خليك في 3D اهوت. نعمل لها تفريغ الحيطة ديت، تمام. ممكن مثلا نعمل لها حاجة زي كده، ونقول له هنا من المنتصف خليها كده، وبعد كده نعمل سيلكت على ديت ونبدأ نعدل فيها بحيث نوصل للشكل اللي احنا عايزينه، وبعد كده نعمل لها ميرور. ودي ار ممكن ننزل ده كده لحد ما يوصل لهنا، سوري. ممكن ناخد نشوف ده كده اهو، وده برضو كده اهو، ونلغي دوت، فتبقى معانا الحيطة بالشكل دوت. نرجع بقى للمبنى بتاعنا اهوت، نبدأ نقول له عايزين نشوف 3D. هنلاقي الحيطة اتعملت بالشكل دوت اهوت. نبدأ بقى نكرر الشكل، يعني ممكن نقعد نعمل نفس الحوادث ديت، او ان احنا نيجي من ال من من الليفل 8 ونبدأ نشوف نقطة المركز اللي هنا، نرسم مثلا لاين. لاين من هنا ليه هنا، وهنقول له دوت احنا عايزين نكرر الشكل دوت. عايزين نعمل له array 8، ودي النقطة بتاعتي. تظهر معانا بالشكل دوت في ال 3D بالشكل دوت. طيب نرجع للشكل بتاعنا، هنلاقي ان في قبة وفي جزء معمول بالشكل دوت، ده برضو اللي هنعمله، تمام. خلينا نروح لليفل 8 واقول له ان انا عايز هنا ارسم ريفرنس لاين ليا، تمام. ممكن مثلا من هنا مثلا ليه هنا بالشكل دوت، وهنسميه مثلا حرف الدي مثلا اهوت. وبعد كده هقول له architecture، هقول له ان انا عايز اعمل component model in place، واختار نوعها مثلا wall او roof، اوكي. وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل ريفولف بالشكل دوت، هقول له ان انا ريفولف، اخترت حاجة تانية، كرييت ريفولف اهوت، وهقول له ان انا عايز ارسم على بيكابلين دوت، او ممكن تقول له انا عايز اعمل ست على الدي كي، فيقول لك ارسم مثلا هنا في ال 3D. خلينا نيجي نرسم مثلا في ال 3D اهوت، تمام. عايز ابدأ بقى ارسم،
اقول له ان انا عندي هنا الباوندري لاين بتاعي، وليكن مثلا هيبقى بالشكل دوت. وبعد كده هنزل بالشكل دوت، وبعد كده ممكن اعمل القاعدة بتاعتي بالشكل دوت اهو. ممكن حتى نعملها بالشكل دوت، واقول له الاكس لاين اللي هرف عليه هيبقى كده، واقول له اوكي، وابدا اشوف الشكل بتاعها. تمام، ممكن انزل بيها شوية اهوت فينيش، وبعد كده كل الحوايط اللي هنا اقول له اديت جروب، واعمل سيلكت، واروح قايل له انزل لحد الحيطه هنا، واقول له فينيش بالشكل دوت. وتعالى نفك السكشن بوكس، ظهر معايا بالشكل دوت. ممكن كل ده نكرره 4 مرات هنا. تمام، انا شايف برضو ان دي محتاجة تنزل كمان. اهوت، واعمل سيلكت بقى على الشغل دوت، وبعد كده ممكن تعمل له كوبي او تعمل له ميرور او زي ما انت عايز بقى. يعني تعالى نخش في ليفل 8، ممكن تقول له انا عايز اعمل له اري 4 حتت، ونقطة المركز اهيت، ومن هنا لهنا يبدأ بقى هو يوزعهم بالشكل دوت. طيب ناقص بقى ايه؟ المنارة اللي في النص، وموضوعها سهل بسيط مفيهوش مشاكل خالص. هو في مشكلة حصلت لما عملنا الأري، فعشان كده هنلجأ لحاجة تانية. تمام، طيب لو حصلت مشكلة ممكن تقعد تحلها، أو ممكن تعمل سيلكت مثلا على الحاجة اللي أنت عايزها اهوت، ونشوف طريقة تانية غير الري. ساعات الري بتعمل مشاكل. تمام، خلينا نروح لليفل 8، ممكن نقول له مثلا ان احنا عايزين نعمل روتيت او كوبي. تمام، من مثلا النقطة دي للنقطة دي او اي حاجة. طيب خلينا نقول له روتيت. خلينا قبل ما نعمل روتيت نخليها كلها جروب. تمام، وممكن حتى تنفع معاها موضوع الاري 4، وده نقطة المركز بتاعتهم من هنا لهنا. تمام، تعال نشوف في 3D تقريبا نفس المشكلة. خلينا نشوف في 3D. المشكلة في القاعدة، الجزء اللي فوق دوت. طيب بسيطة، ممكن نقول له انجوين، ودي نبدأ نحطها في المكان بتاعها، ودي برضو انجوين. انا ساعات بتحصل مشاكل وان ايه، وان احنا نقعد نحلها مفيش مشكله. تمام، طيب ممكن بقى الشكل ده كله شو ما حصلش مشاكل بعد كده تقول له بن. تمام، فلو انت شغال في اي، لو انت شغال في اي حاجه ما تتعدلش بدون ما تقصد. تمام، طيب عايزين نرسم القاعده اللي في النص. تمام، واحنا عندنا الخط جاهز. تمام، بحيث ان احنا نرسم القبه اللي في النص. القبة طلع كده، وبعد كده واخده الشكل دوت. فهنرسم بس الشكل كده ونقول له ريفولف، ويبقى كده خلصنا فكرة ان انت تشوف صورة تحولها للمجسم. طيب دلوقتي بقى عايزين نرسم القبة في المكان دوت، فهقول له ان انا عايز ارسم على الخط دوت اللي هو الاكس، architectural component model in place، قول واقول له ست، خليها في الاكس، اوكي، نورث ولا ساوث؟ مش هيفرق كتير. تمام، هبدا اقول له بقى ان انا عايز ارسم ريفولف حسب بقى ما انت تخيل الشكل عامل ازاي. الصورة هيت في بروس شوية،
بالشكل دوت. نقدر نحركها شوية كده، نعدل فيها زي ما احنا عايزين. تمام، زي ما انت عايز بقى تبدأ تشوف الصورة. تمام، تقدر تدخل الصورة اصلا وتاخد نفس المقاسات زي ما انت عايز اهو. تمام، والاكس لاين اللي انت هتلف عليه اهوت بالشكل دوت. تمام، ممكن نعمل سيلكت على دوت كده، ماشي. ممكن نقفل الشكل، نقول له ممكن نقفل الشكل بان احنا نعمل حاجة مختلفة. لو هي عايزها مصمطة تقول له كده، تقول له اوكي، فيظهر معاك بالشكل دوت. وفي اي لحظه ممكن تدخل اديت وتبدا تعدل الشكل على حسب ما انت عايز، ممكن تبعد شويه كده كمان. حسب ما انت عايز اهو. تمام، تعال نشوفها في 3D، تظهر معاك بالشكل دوت. هي حاجه مبسطه خالص. نبدأ بعد كده بقى مرحلة إن أنت تبدأ تحل المشاكل، زي مثلا الروف ده يطلع السنة بتاع، يعني هتلاقي حاجة بسيطة بنبدأ نعدلها بعد ما المهم إن احنا فهمنا بس فكرة إن أنت لما تشوف شكل إزاي تبدأ تعدل فيه وتشتغل عليه.